الدوري. هكذا كانت النتيجة مصحوبة بالتوقيت الزمني مع الثلاث المراكز قدمناها لحضراتكم في هذا الشوط. تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة وبداية انطلاقة شوطنا الخامس عشر بمجموع الأشواط، ويعتبر من ضمن الأشواط المفتوحة في أمسية سن الإذاع سن الإبداع في عالم الأصايل ضمن انطلاقات مهرجان المرموم الختامي. أتقدم مع المراكز الأولى مع المحليات الأصايل، رزين على المركز الأول، حمدان بن عبد الله بن هزيم الشامسي من ينطلق ويقدم رزين على المركز الأول وعلى الصدارة والمقدمة أحد مناطق العاصمة أبو ظبي. يا سلام المركز الثاني القدوم من مبهر سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري، قدم بن مدعي في يوم الأمس اسم تميز مع الأصايل، قادم في هذا اليوم مع الإذاع والإبداع. نتابع المركز الثالث القدوم من غازي ساري بن محمد بن طويل بالمنصوري القادم في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد مبعد معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي القادم في هذه اللحظات على المركز الرابع. والمركز الخامس ياتي كيفان احمد بن علي بن عيسى الكتبي قادم من مدينة العين، يقدم كيفان والقادم مشاكل سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي قادم كذلك. أتابع المركز السابع المركز السابع الأسد حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري وصل في هذه اللحظات. ثامنا مشغل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي وصل في هذه اللحظة قادم من زاهر. نتابع المركز التاسع سكر حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري وصل بن مرخان المنصوري في هذه اللحظات. والمركز العاشر يتواجد الغزال سلطان بن سعيد بن مهير بن حمد الدرمكي وصل في هذه اللحظة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر. ندان الأول ما بعد انطلاقة هذه الأسماء واندفاعت كل الشعارات على أرضية هذا الميدان مقدم أجود السلالات المحلية في مسار هذا الشوط. اقتربنا من منتصف الستة كيلومترات، عودة إلى البداية. رزين على المركز الأول، حمدان بن عبد الله بن هزيم ورزين الشامسي على الصدارة والمقدمة، مبهر بن مدعي المنصوري سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري القادم في هذه اللحظات. غير مع الصدارة غير مع المقدمة. المركز الثالث وتابع مبعد لمعالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي القادم في هذه اللحظات. ينطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المتقدمة. المركز الرابع يتواجد غازي ساري بن محمد بن طويل بالمنصوري وصل في هذه اللحظات. ينطلق بن طويل يطالب في هذا المهرجان نقطة ثمينة في المرموم. وتابع المركز الخامس يتواجد
ماجد وينطلق شعار مشغل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي ينطلق على المركز الخامس سادس المراكز الأسد حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري القادم في هذه اللحظات المركز السابع الوصول من مشاكل سند بن محسن بن خيت بن حفيظ المزروعي القادم والوصول كذلك من الأسماء القادمة شديد شديد أول نداء لشديد محمد بن سلطان بن رشيد بن رشيد السويدي قادم قادم ويقدم شديد في هذا المسار المركز التاسع المركز التاسع سكر لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري والمركز العاشر يتواجد وينطلق مذخور ناصر بن حمد بن محمد الاعفاري القادم في هذه اللحظات هكذا هي النتيجة هكذا هي النتيجة لمسار هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته على أرضية هذا الميدان أعود إلى الصدارة أعود إلى المقدمة مع البداية مع المركز الأول مبعد معالي علي بن سالم بن عبيد الكعبي على المركز الأول يقدم مبعد على المركز الأول ثانيا القادم شعار الشيوف قادم على ظهر مبهر سعيد بن مبارك بن مدعي المنصوري قادم على المركز الثاني المركز الثالث مشغل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي الكيل الأخير وتابع الأسماء المتدخلة والواصلة في هذه اللحظات مشاكل سند بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي القادم في هذه اللحظات والقادم مذخور ناصر بن حمد بن محمد الاعفاري وصل في هذه اللحظات وبن رشيد والعملاق العيناوي قادم مع والي مظفر بن محمد بن خموشة العامري ولكن بن مدعية بن مدعية وبن حفيظ المزروعي معركة ثنائية أهالي الظفرة أهالي الظفرة احذروا من راعي زاخر احذروا من راعي زاخر قادم راعي مشغل فالح بن ياسر بن فالح الشامسي قادم في هذه اللحظات بقيادة المخيبي ابو حمد الامتار الاخيرة يا راعي سيوف يا بن مدعية يا بن مدعية ولكن بن فالح بن فالح راعي زاخر راعي العين راعي العين روح مع الصدارة مع المقدمة مشغل 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 سلام بن فالح سلام فالح بن ياسر بن فالح الشامسي تهانينا والناموس للمخيبي ابو حمد سالم بن حمد المخيبي من تابع في هذا الانطلاق المركز الثاني وصل مشاكل لسند بن محسن بن حفيظ المركز الثالث مع بن مدعية المنصوري المركز الرابع لايق المبارك بن محمد بن عنود العامري والخامس والم المظفر بن محمد بن خموشة العامري هكذا هي النتيجة نعود مع التوقيت لحظات التوقيت لحظات وصول مشغل توقيت الزمني 9:09 من الثانية تانين والناموس لفالح بن ياسر بن فالح الشامسي المركز الثاني وصل على المركز الثاني 9:11 من الثانية اللي وصلنا مشاكل لسند بن محسن بن خيط بن حفيظ المزروعي المركز الثالث المركز الثالث شعار بن مدعية هذا مبهر ورعي سيوف في يوم الأمس سعيد بن مبارك بن مدعية المنصوري 9:18 من الثانية تهانينا والناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي انطلاقاتنا محبي هذه الرياضة هنا في